بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. خلاص كلها كام يوم ونخش كده في رمضان يعني. طيب طبعا النهاردة المحاضرة الأخيرة لينا، كده الكورس خلص. في ناس هتسألني تقول لي يا باشمهندس حضرتك في تسجيلات لسه ما نزلتهاش في الجروب، أقول لك أه فعلا أنا في فيديوهات لسه ما عملتهاش، أو بمعنى صح أنا عملتها بس مش قادر أعمل لها مونتاج وأرفعها. المونتاج دوت يا جماعة عشان خاطر يبقى الشرح واضح بطريقة سهلة، يعني بوضح فيها للطالب اللي قدامي قوالب جملة خلصنا منها خلاص، بس لسه في شروحات. في ثلاث دروس أنا لسه هنزلهم. الثلاث دروس دول مساعدة ليكم يعني زيادة الخبرة بمعنى أصح. في عندكم درس اللي هو شرح لوح التحكم الورد بريس، ولوح التحكم جملة، ولوح التحكم بلوجر. بس تقريبا انا الحاجات المهمة في بلوجر اللي انتوا هتستخدموهم على طول، ازاي ان انت مثلا تنزل تدوينة او موضوع او بوست مثلا، دي عرفتها لكم بتنزلوها ازاي. بالنسبة للناس اللي حضرت معايا من الاول للاخر، اوكي هنزل ليكم نظام تصويت تقيموني او تكيموا شرحي من اول محاضره لاخر محاضره، مع طبعا مع الفيديوهات. تقريبا النظام وصل لكم دلوقتي، نظام التصويت وصل لكم صح؟ احنا عددنا 42 يا جماعه، المفروض ان الكل يشارك في التصويت. الصوت دلوقتي لحد دلوقتي 28 واحنا 42، بس المشكله بتكون اننا بنطول شويه في الوقت، وكمان الفيديوهات بتكون طويله. انا مش عايز اقول لك ان لو انت دخلت اي اكاديمية عمرك ما هتلاقي فيديو 3 دقايق 6 دقايق 8 دقايق 10 دقايق. اقصى فيديو انا عملته كان 16 دقيقة. انا ماليش دعوة بالفيديوهات بتاعت الاكاديمية، ان الاكاديمية بتسجل المحاضرة كاملة، انما الفيديوهات بتاعتي انا اقصى مدى كان 17 دقيقة او 16 دقيقة، ما كانش فيه اكتر من كده. يعني انا عمري ما شفت فيديو 4 دقايق 3 دقايق 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة. اقصى مدى انا كنت بتأخر فيه كان هو الربع ساعة، وبابا محكوم بان خلاص يعني انت مش هتقدر تعمل اختصارات، لا مش هتختصر الوقت اكتر من كده، لان انت لازم الطالب اللي قدامك تفهمه، فما ينفعش اختصر وانت ما تبقاش فاهم. يعني اقصى مدى كان ربع ساعة في الفيديوهات اللي انا بنزلها، انما بتاعت الاكاديمية دي بتسجل المحاضرة كاملة. طيب ما لازم تكون كبيرة لأن المحاضرة بتبقى كاملة، المحاضرة كاملة هما بيسجلوا المحاضرة كاملة، لأن أنت في غيرك هيجي يستفيد فيما بعد، يعني مثلا النهاردة كمان سنة كمان سنتين هتلاقي في غيرك برضه عايز يتعلم أو يخش يتابع الفيديوهات دي، فبالتالي المحاضرة لازم تكون كاملة. مع العلم إن أنا عارف إن أنا أقصر في حق الناس اللي هتيجي فيما بعد، ما أقصر في حقهم لأن الشرح مش هيبقى واضح تمام زي ما انا عامله على الجروب، بس ان شاء الله باذن الله لو حصل نصيب وكان في دوره تاني هحاول ان انا ما اقصرش معاهم مره تانيه ان شاء الله. طيب هو تقريبا التشويق كده هنعتبره ان هو خلص تمام، عرض النتيجه تقريبا هو كده ظهرت لكم النتيجه تمام. بخصوص الناس اللي ادتني مقبول، ممكن اعرف السبب؟ بالنسبه للمحتوى والصوت وبعض الفيديوهات، طيب الفيديوهات دي اللي هي الفيديوهات الخاصة بي أنا ولا هي خاصة بالأكاديمية؟ دروس مختصرة جدا، يعني أنت بتديني مقبول عشان الدرس مختصر، يعني أنت بتديني مقبول لأن هو اللي أنا بختصر لك الشرح صح؟ طيب مين تاني غير ده بلاك؟ ما هو في كذا واحد إداني مقبول، طب إحنا كده عرفنا ذا بلاك اداني مقبول عشان خاطر ان هو شايف ان انا مش اتعلمت الجمله والورد بريس. طيب حضرتك في ناس كتير شافت نفس الفيديو وتعلمت من نفس الفيديو وطبقوا نفس الفيديو، فكده المشكله ممكن تكون فيا انا ولا في حضرتك؟ ما هو لو المشكله فيا انا الطلاب دي مش هتعمل المشاريع ومش هتخلص التطبيقات بتاعتها، فبالتالي اصبح كده المشكله عند حضرتك انت مش عندنا.
انا هنا اول محاضره ليا يا باشمهندس، يعني انت استاذ عبد الله اديتني مقبول عشان انت اول محاضره النهارده، صح كده؟ جميل. مين تاني غير دبلاك وعبد الله اداني مقبول؟ ويا ريت يقول لي السبب. باشمهندس انا كمان طبقت. طيب طالما طبقت يا زبلاك يبقى انت كده فهمت واستفدت من فيديوهات. هو انا عشان اعلمك، لازم ان انا اصعب عليك الامور، ما ينفعش اسهلها لك. وانا عشان يعني بسهل لك الشرح ببقى انا كده هو يعني مش كويس، بتديني مقبول عشان خاطر بسهل لك الدروس. بالعكس انت لما بتاخد ماده بسيطه تفهمها اكتر تمام وتتعلمها بسرعه بتكون اسهل. لا انا ما بقولش الناس تقول لي ممتاز، لا انا بسال الناس اللي تديني مقبول. انا اي حاجه تانية مش مشكله، يعني ممتاز او ممتاز جدا هي هم نفس الاثنين واحد تمام، بس انا بسال على الناس اللي ادتني مقبول. انا عايز اعرف السبب ان مقبول دي يبقى انا ان انا تعبته كان على الفاضي، ويعني ربنا عوض عليا بقى. فاطمه الداني مقبول، ممكن اعرف السبب. حنين الداني مقبول، ممكن اعرف السبب. محمد الامين ممكن اعرف السبب. كورس احتراف انشاء المواقع، بس من وجهة نظري انه اساسيات انشاء المواقع وليس احتراف، وشرح قادح مع كل الشكر والتقدير. حضرتك بتقولي كورس احتراف انشاء المواقع، بس من وجهة نظري انه اساسيات انشاء المواقع وليس احتراف. جميل. بس اظن ان انت الاساسيات اللي انت خدتيها لما كنتش خدتيها ما كنتش هتعرفي تطبقي اي تطبيق، ما كنتش عرفتي ايه هي بلوجر، ايه هي الورد بريس، ايه هي جملة. قلت يا جماعة ان شاء الله الناس كلها داخلة كورسات مكثفة، فبالتالي كلمة كورسات مكثفة يعني انت هتعرف من اقل حاجه لاكبر حاجه. بس ثواني مش محمد الامين، قبل كل شيء اشكرك على كل الشروحات التي تقدمها لنا في سبيل الله لا غير. لقد تعلمنا منك الكثير، وانا شخصيا اعترف بهذه خاصه وانا لك طريقه فعاله بحيث ان تشرح ان شرح يكون قصير ومفيد، ولكن اريد ان اوضح لك نقطه من وجهه رايي. انني رايت في البوست انك سوف تبدا بشرح البلوجر، أتمنى من حضرتك أن تكون الشرح محترم. تمام. وأنا برضو في بداية الكلام وقبل التصويت قلت إن في 3 دروس لسه ما شرحتهمش، قلت في 3 دروس لسه ما شرحتهمش تمام، اللي هو درس لوحة تحكم بلوجر، ولوحة تحكم الورد بريس، ولوحة تحكم جملة. في إدارة المحتوى ليس فقط تركيب المنتديات فقط، فتكون النتيجة. بخصوص المنتديات حضرتكم انا عملت استفتاء اول قبل ما ابتدي المحاضرات، قلت يا جماعه عايزين نشتغل على استضافه مدفوعه. اتفضل يا عبد الله انا مع حضرتك. لان السؤال قلت يا جماعه هنشتغل على استضافه مدفوعه ولا استضافه مجانيه، الاغلبيه قالت هنشتغل على استضافه مدفوعه. حصل ان في مشكله ان السيرفر بتاع الاستضافه المجانيه مش قابل تركيب المنتديات. طب انا اعمل ايه؟ ايه اللي انا ممكن اعمله؟ طب ما هو انا مش قادر، انا زي زيكم بقيت محكوم باستضافه مجانيه، وانا عمري ما اشتغلت على استضافه مجانيه تمام. وتقريبا حسام سيد كان موجود، انا موقع 34 سيرفر بسبب شغلي اللي انا بعمله على الاستضافه المجانيه. 34 سيرفر انا موقعهم بسبب الشغل اللي انا بعمله، ماشي؟ يعني نسخه المنتدى دي انا موقعها لوحدها 34 مره، يعني 34 سيرفر اوقعه بسبب نسخه بتاعت منتدى، ده حرام عليا. انا كده بخسر الشركه تمام اللي احنا اللي هي بتدينا الحاجه مجانا، وبرده ما قدرتش ان انا اطبق المنتديات. دي حاجه. الحاجه التانيه انا طلع عيني علشان اقدر اشتغل على استضافه مجانيه، انا عمري ما اشتغلت على استضافه مجانيه. ومن الاساس انا اصلا اتضايقت ان شغلنا هيبقى على استضافه مجانيه، عشان كده انا كنت بختصر ليكم المحاضرات. والجزئية اللي ممكن تتغير في الاستضافة المدفوعة كنت برجع أقول لكم في الشرح، لو على استضافة مدفوعة هنعمل 1 و2 و3، دي حاجات خارجة عن إرادتنا، دي حاجات خارجة عن إرادتنا، يعني أنا مش صاحب الاستضافة المجانية، ومش أنا اللي عملت النظام بتاعها إن هو ما يقبلش الاستضافة أو ما يقبلش تركيب المنتديات، فدي حاجة غصب عني. بخصوص الناس اللي بتقول لي
ان هم عايزين تعميق اكتر في الكورسات، عشان اللي انا قلت ان في كورسات مكثفه هتتعمل ليكم، معنى ان كلمه في كورس مكثف، كلمه مكثف دي يعني انت هتقدر تعرف كل حاجه، كل كبيره كل صغيره، تمام، بوضوح اكتر من كده، بشرح مفصل اكتر من كده، ده اطول من كده، بحيث ان انا ابقى اخليك فاهم عامل يعني فاهم كل شيء. طب ايه اللي انا اعمله لكم تاني؟ طب ما انا قلت يا جماعه في كورسات مكثفه، وبدل ما هي كانت ل 10 طلاب واصبحوا فيما بعد 15 طالب، عملتها لكم لكل الطلاب مره واحده. يعني انا اصبح ان انا ما عنديش اي مشكله من ناحيتكم، انا بالعكس انا حاولت ان انا اخلي الناس كلها تستفيد، سواء ال 10 او ال 15، ال 10 او ال 15، تمام، هم دول اللي كانت عامل لهم كورسات، تمام. جيت المحاضره اللي فاتت قلت يا جماعه الطلاب كلهم، سواء ال 10 او ال 15 او اللي ما فيش خالص، كلكم هتحضروا كورسات مكثفه ان شاء الله. يعني اذا اللي انا عامل على مصلحتكم فيما بعد، اللي هي مثلا هنعيد الشروحات بتاعتي انا في الكورسين بتوعي، شروحات تفصيليه، مش هد يعني مش هسيب لك اي معلومه تفكر ان انت تروح تعمل عنها بحث في جوجل وتعرف ايه هي، ده سواء في الكورس الاولاني اللي هو كورس احتراف التعامل مع المواقع واستضافتها وإشهارها، تمام، واحتراف إنشاء المواقع، دول الكورسون بتوعي أنا. في الكورس بتاع الأستاذ أو المهندس محمود حمدي، احتراف البي اتش بي واحتراف تصميم المواقع وتسويق المواقع. ما لازم يكون في تعميق يا جماعة، أنا بقول كورسات مكثفة، يعني كلمة مكثفة دي المفروض إن لما تسمعوها تبقى أنتوا عرفتوا إيه النتيجة في الآخر. أهم حاجة الناس كلها تكون استفادت، وعلى الأقل تكون الاستفادة بنسبة 50%، أنا مش طالب أكتر من كده. الاستفادة تكون 50%، وال50% الباقيين هتاخدوهم في الكورسات المكثفة، عشان تكونوا خارجين من الكورسات بنسبة 150%. كان في أخت أفتكر إن هي كانت موجودة أول الدبلومة، بس أنا بصراحة مش عارف هل هي لسه موجودة ولا لأ، كانت بتقول لي إحنا هننافس حضرتك، وأنا قلت لها أتمنى إن الطلاب بتاعتي تكون منافسة ليا. لا لا، مفيش غلط مفيش غلط مفيش غلط، وإن شاء الله بإذن الله عن طريق الكورسات المكثفة اللي هتتعمل لكم إن شاء الله، أنا هبقى يعني متأكد بنسبة 100% إن في منافسين هيبقوا أحسن مني، وده شرفني إن يكون في منافسين أنا معلمهم ويتفوقوا عليا في مجالي. في مشكلة عند أي حد، أنا عايز أقول لكم حاجة والله، يعني أنا على فكرة أنا دراستي بعيد البعد التام عن الكمبيوتر أساسا، بس أنا حابب المجال ده، يعني تطوير المواقع أو شغل المواقع والسيرفر دي هواية ليا أنا، دي هواية ليا أنا. اتفضل قول المشكلة يا عبد الله. دي هواية الحمد لله بفضل من ربنا تفوقت فيها، فايه المشكله اللي عندكم؟ فبالتالي يا جماعه انا لما جيت اتعلم، والله انا ما لقيتش حد يعلمني زي ما انا بعلمكم دلوقتي. يعني على ايام ما انا كنت بتعلم ما كانش فيه فيديوهات، كان بالظبط الشخص كان بيحط نبذه بسيطه كده وكام صوره، وده اتعلمت، انا ما اتعلمتش، حتى لما كنت تيجي بتساله سؤال او تستفسر عن سؤال، يا اما رد عليك يا اما اصلا ما ردش عليك. يا جماعه والله انا لما جيت اتعلم ما لقيتش حد يديني فيديوهات، ما لقيتش حد يعمل لي درس مختصر، تمام، زي بلاك اذا بلاك بيقول ان انت زعلان ان الكورسات او الفيديوهات بسيطه او ملخصه. يعني انا كان نفسي الاقي حد يعلمني كده، انا كان نفسي الاقي حد يعلمني كده. لما جيت اتعلم كان صور، وما كانش فيه استضافه مجانيه، كان كله مدفوع، وانت بقى شطارتك عرفت تجيب استضافه مدفوعه تشتغل عليها، تمام، ما عرفتش انت حر بقى مع نفسك. كنت انا والله كنت بفضل احوش ثمن الاستضافه علشان اتعلم عليها طول السنه. يعني انا جبت الاستضافه جبتها سنه واحده بس، لان في الوقت ده كنت في ثانوي، وطبعا شاب في ثانوي غير قادر على ان هو يكون معاه فلوس ثمن الاستضافه بتاعت المواقع. كنت بقعد فتره كبيره احوش مصروفي علشان اجيب الاستضافه تقعد معايا سنه اتعلم عليها، في خلال السنه دي كنت لازم اتعلم كل حاجه. عندكم الامور متسهله، في استضافه مجانيه تقدر تطبق عليها، هو فيها مشاكل،
ومتعبه، بس اهو حاجه بتقدر انت عن طريقها تشتغل وتاخد خبره وتعرف الحاجه دي بتتركب ازاي وايه اخطائها وايه مشكلتها. فاتمنى لكم التوفيق في حياتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في الكورسات المكثفه، واتمنى ان الناس كلها تطلع منافسين ليا ويتفوقوا عليا. في مشاريع التخرج هعمل لكم تصويت جديد، تختاروا المده الكافيه بالنسبه لكم اللي انتوا تخلصوا فيها المشاريع. المطلوب هنشتغل على محتويات، يا اما محتويات بلوجر، هنشتغل على بلوجر، تمام، هنشتغل على بلوجر او على الووردبريس. دي من ناحيه التقارير اللي انا طلبتها منكم. بخصوص التطبيقات، هتطبقوا مجال الجمله من جديد، وتطبقوا بلوجر من جديد، وتطبقوا الووردبريس من جديد، بس المره دي لوحدكم بدون مساعدتي او بدون مساعده حسام. كل واحد يعتمد على نفسه فيها، على الاقل يعني تبقى انت عارف مستواك ايه قبل ما تدخل الكورسات المكثفه، وبعد كده هو تخرج من الكورسات المكثفه عارف مستواك قد ايه. احنا اتفقنا ان انا كنت عامل نظام تصويت في الجروب اللي انا عايز اعرف كل واحد بلده ايه، واصبح عندنا اخر حاجه كانت موجوده 58 شخص من مصر، ما اعرفش بقى اذا كانوا زادوا او لا. ال 58 دول من مصر، في مثلا 5 من السعوديه، في 2 من الامارات، في 2 من قطر، في 1 من فلسطين، ماشي. هيبتدوا المجموعه دي او الدوله دي هتعمل مشروع تخرج او تقرير عن بلدها. التقرير دوت هيتكتب في الورد بريس، في التطبيق بتاعك في الورد بريس او في بلوجر، في ده او في ده، بس انا افضل ان هو يكون في بلوجر عشان ما يكونش في تعب على الناس، هيكون على بلوجر. هتعرفيهم كيف؟ طيب هتخش على نظام التصويت، هتلاقي مثلا مصر جنبها كده في مربع صغير في 15 في 20، دوسي عليهم، دوسي على الرقم ده، هتلاقي المصريين اللي ظهروا لك او الدوله بتاعتك. حطيتي عندك في ملف تكست، صح؟ هتمسحي، هتخشي بقى على الاف تي بي، هتمسحي الورد بريس وتمسحي جمله وهتسطبيهم من جديد، تمام، وهتعملي لي مدونه بلوجر جديده، خلصيهم، تمام. وبعد كده خد التقرير اللي انت عملتيه عن دولتك او عن بلدك وحطه لي في بلوجر، في تدوينه في بلوجر. بس ده المطلوب، يعني الناس اللي طبقت بلوجر وطبقت جمله وطبقت الورد بريس، كل ده هيتمسح وهتعمله غير جديد. خش الكورسات المكثفه، قارن نفسك 100%، اعرف كده ان انت تمام. مش شرط ان انا اقول لك درجتك كذا او كذا او خدت كذا، لا، مش شرط ان انا اقول لك، انت بينك وبين نفسك بتبقى انت عارف انت عملت ايه، هل استفدت ولا ما استفدتش. وانا ايمان ان كل واحد فيكم وكل واحد فيكم تكون استفادت. بس طيب هنبتدي ان احنا ايه، نعلن توقيتات الناس اللي اخترتها. طيب انا شايف ان معظم الناس 15 اختار تقعدوا 15 يوم، يعني فتره المشاريع 15 يوم. انا عايزكم انتوا براحتكم تاخدوا وقتكم زي ما انتوا محتاجين وزي ما انتوا عايزين، انا بالنسبه لي مفيش اي مشاكل. اهم حاجه ان المشاريع تكون جايه صحيحه ومفيش مشاكل، لان دي هتعتبر الفرصه الاخيره ليك. عرفت تطبق بشكل صحيح انت حر، ما عرفتش برضو انت حر، لان هي دي تقييمك، دي المشروع ده شغلك كله وتعبك كله وعدد الساعات اللي انت حضرتها معايا. هو يا جماعه برضو ما تنسوش ان احنا برضه هنبقى داخلين على رمضان، فالمفروض ان يكون في وقت كافي برضو للناس كلها، لان الناس هتصلي، في ناس اللي صايمه، في ناس اللي في الشغل، في ناس في الجامع بتصلي التراويح كده، فبرضو لازم ان احنا نراعي الظروف بتاعت الناس برضو. احنا عشان شهر رمضان لو اشتغلت على السيرفر المحلي ينفع ارفع الشغل على السيرفر المجانيه؟ ممكن، بس هتغير في قواعد البيانات، تتسطب برضو من جديد. المجموعه المصريه انا شفت ان البنات قسموها مجموعتين، مجموعه للبنات بتوع مصر، والمفروض ان في شباب من مصر هيعملوا مجموعه تانية ليهم، لان هو حصل هنا تقسيم. انا ما كنتش عايز يحصل التقسيم دوت، بس هو حصل. يعني انا كنت عايز الولد يشتغل مع البنت والبنت تشتغل مع الولد، لان في يوم من الايام لما تيجي تشتغل في نفس المجال ده هتلاقي في بنت شغاله معاك وفي ولد شغال معاك، فبالتالي انت هتتكلم معاه وهي هتتكلم معاك. فانا كنت عايز ان يحصل الموضوع دوت، فخلاص بما ان الناس هتبقى مرتاحه كده فخلاص هم احرار. لا، في حوالي 15 يوم بس، مش اكتر من كده. يعني اليوم ال 16 مش هبص في حاجه، يعني بنشتغل المشروع مع بعض. يعني مثلا عندنا، مثلا في مصر عندنا 10 بنات و10 ولاد. ال 10 بنات دول هيقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض، هيقسموا، هيكتبوا ايه عن بلدهم، مثلا 5 مواضيع مثلا عن مصر، مثلا اخبار، سياسه، اقتصاد، اي حاجه، تمام. هم هيقسموها بقى مع بعضيكم انتوا. طيب في صعوبة في التجمع، مش ممكن كل واحد يشتغل مع نفسه، لا، أنا مش عايز كل واحد يشتغل مع نفسه، أنا عايز
اعودكم على العمل الجماعي، عشان لما تنزل تشتغل في المجال ده انت مش هتبقى شغال فيه لوحدك، هتتعامل مع مصمم، مع مبرمج، مع مطور، مع دعم فني، مع صاحب شركة، مع عميل، مع عميلة. فبالتالي اللي انت لازم تتعود على النظام دوت. انت ما بتكلمش مثلا شباب بس يبقى انا هتعامل مع رجاله بس، وانا ما بتكلمش غير بنات بس هتعامل مع بنات بس. لا، عايز نتيجه اخرج باتنين نتيجه او نتيجتين. النتيجه الاولى ان انا اخلي الطلاب ان هي تشتغل عمل جماعه مع بعض، ان هم يستفيدوا من نقاشهم مع بعض وافكارهم مع بعض، دي اول حاجه. والنتيجه الثانيه ان في دول احنا ما نعرفش عنها اي شيء، فرأيت ان التقارير اللي تكون موجوده دي تعرفنا دول بعضنا ايه. جروب البنات المصريين اللي هيشتغلوا في التقرير كام بنت؟ 13 او 14 بنت. اذا عندنا 45 مصري. طيب 45 دول اللي هم الشباب بقى، قسموا نفسكم على 4 مجموعات او 5 مجموعات، بس انتوا شغالين مع بعض، يعني انتوا هتتكلموا مع بعض، اعملوا جروب مع بعضيكم، اعملوا جروب مع بعضيكم واتكلموا مع بعض، وقسموا نفسكم مثلا 10 هيكتبوا مثلا عن السياحة، 10 هيكتبوا مثلا عن الاقتصاد، 10 هيكتبوا مثلا عن مشاكل البلد، 10 هيكتبوا عن مثلا ايه المناظر الطبيعية مثلا اللي في البلد او الاماكن السياحية مثلا في البلد، وهكذا. مفيش مشاكل، هنعمل تصويت جديد وتقسموا نفسكم من جديد. لحظات اعمل لكم التصويت. اصبح كده يا جماعة خلاص مشاريع التخرج. لا، ما انت عندكم 15 يوم، مش عايز اي حجة، 15 يوم. يعني في خلال 15 يوم دول مش هتعرفي تعملي التلات مشاريع دول؟ ما ينفعش خالص. انا بقول ممكن تعملوه على الورد بريس او بلوجر، بس انا بفضل بلوجر اللي انتوا عايزينه بصراحه. يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان الكورس اللي فات يكون افضل الكورسات اللي اتعملت في الاكاديميه. محمد اسماعيل اللي انا قابلته في كورس المهندس محمود حمدي موجود، واحمد بريكه موجود، وولا سرحان موجودة، وليلى عمران موجودة. أنا وصلت عليكم المهندس وعرفته إن أنتوا ضمن الطلاب المشتركين معانا في الكورسات المكثفة، وإن شاء الله من يوم للتاني أو من المحاضرة للتانية أكون متواجد معاكم علشان خاطر أعرفوا الأسماء اللي موجودة. أو بمعنى أصح، الطلاب اللي هتحضر مع المهندس محمود تقول له إحنا تبع كورسات المكثفة اللي مع المهندس علي. احنا ممكن نبتديها من دلوقتي، اي حد يقدر يحضر، احنا ممكن نبتديها من دلوقتي، او على الاقل احضروا الكورس دلوقتي واستفيدوا شويه لحد ما الباشمهندس يخلص الكورس بتاعه في الاكاديميه، تمام؟ وهنبتدي ان احنا نعمل مكثفه مع بعض. انا ما بقولش لازم، بس انا بفضل ان انت تخش تحضر عشان تستفيد. ولو عندك مثلا مشكله او في حاجه مثلا ما فهمتهاش، عن طريق الكورسات المكثفه تقدر تفهمها، تعرفها. الكورسات المكثفة لسه أصلا ما ابتديناهاش، لسه ما ابتديناش فيها، ولكن المهندس محمود حمدي المحاضرة الأولى بتاعته كانت امبارح، ودوت معايا في الكورسات المكثفة اللي احنا هنديها للطلاب. فاللي عايز يحضر معاه وياخد خبرة أكتر من دلوقتي يقدر يحضر معاه لحد ما نبتدي نعمل الكورسات المكثفة. أنا خلصت كل حاجة ومفيش أي حاجة قادمة غير الـ3 دروس، ودول استفادة ليكم أنتوا. أحمد بريك، أنت سامعني؟ في مشكلة بالنسبة لك أنت، جيت قبل كده طلبت مبرمجين وقلت لي انت مش محترف بي اتش بي، صح؟ جات لك الفرصه تتعلم من المهندس محمود حمدي وانت بالذات، واعرف مستواك منه. انا عارف ان انت مشترك معاه في الدوره الاولى، بقول لك جات لك الفرصه تخرج من تحت ايده محترف، ان هو الراجل محترف بسم الله ما شاء الله عليه. محمود حمدي من الناس الشاطره في المجال ده، وخد بالك انا اللي هطلب منك مشروع التخرج، مش هو، مش تدخل في الشغل باشمهندس، لا، بس انا عايزك انت تبقى معانا. احمد المشايب موجود. طيب انت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تطلع لي مبرمج، يا اما تطلع لي مطور مواقع. اختار لك حاجه من الاثنين، عشان انت مش هتنفع في حاجه من الاثنين دول صراحه. مش هينفع في التصميم، انا ما جربتكش في التصميم، بس انا بفضل انت تطلع مطور مواقع او مبرمج، او تتعلم الاثنين دول. تشوف انت كده مع نفسك تطلع ايه فيهم، عشان برضه عين عليك. بالنسبه لاماني، غير ان انت مدرسه عربي هي موجوده الاول، يعني هوايه هتبقى هوايه ليك، يعني بتجنب شغلك. طب بالنسبه لك انت بقى يا استاذ امين، تطلعي مطوره مواقع. بالنسبه لعبد الله الحربي، انت بتقول هتعمل تصميم بلوجر، لو عملته افضل ان انت تطلع تشتغل مصمم، لان المصممين اللي بيشتغلوا في مجال تصميم بلوجر قليلين جدا. لا، مش هتمن. طبعا هساعدكم من الكورسات المكثفه دي، من الكورسات المكثفه دي معموله ليه، بس اللي انا بتنبأ لكم يعني
انت ممكن عن طريق الفوتوشوب والتكويت تقدر تعمله ان شاء الله، بس خد بالك ان هو ملف واحد بس اكس ام ال، ملف واحد بس اكس ام ال. جيجي رجب مطورة مواقع، عمرو السيد مصمم، ناجية مطورة مواقع ان شاء الله، سهر ليك مسابقة كبيرة يا سهر، انت وفاطمة في تطوير المواقع، خصوصا انت يا سهر لو اشتغلت على نفسك اكتر من كده هو في كورسات مكثفة ان شاء الله تقدري ان انت تكوني محترفة في الاتنين ان شاء الله. عليا سرحان مطورة مواقع، الاتنين اهم من بعض والاتنين بيشتغلوا على شغل بعض. حسام سيد ده هيبقى مصمم ومطور مواقع ومسوق مواقع ان شاء الله يتاهل. آه والله الراجل يستاهل، حسام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه في حياته، راجل محترم راجل طيب دماغه شغاله بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو الوحيد بنسبه 99% من الناس اللي موجودين معانا انا شايفه هيكون ليه مستقبل كبير في المجال ده. لما شغاله او بتحاول تكون محترفه في التصوير الالكتروني، ولكن هي لو اشتغلت على نفسها شويه وتعبت شويه تطلع مطوره مواقع ان شاء الله. ميدو الفاشل لو اشتغلت على نفسك شويه صغيرين هتكون مطور مواقع سريع. محمد اسماعيل اه انا قلتك، مهند محمد منصور المصممة الشاطرة سامعني، مهند محمد منصور كنت بتكلم، نور 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 دي مصممة جرافيكس شاطرة، لو اشتغلت على نفسها شوية صغيرين هتبقى مطورة ومصممة. محمد الأمين لا تصلح إلا أن تكون مطور فقط. نور حسين سامعني، سواء مبرمج مصمم مطور مسوق ليك شغلك ومهم، والأربعة بيكملوا بعض. عشان تعمل موقع لازم تكون مصمم، عشان تشهر موقع لازم تكون مسوق، عشان تبرمج موقع لازم تكون مبرمج، عشان تحل الأخطاء والمشاكل اللي ممكن تظهر لك وتكون دعم فني وتقدر تركب برمجيات أو سكريبتات لازم تكون مطور مواقع. لا أنت ما بتتكلمش يا ميدو إن هو كله بيشتري تمبلت، أنت بتشتري عشان خاطر أنت مش قادر تصمم، أنت بتشتري عشان أنت مش مصمم، إنما أنت لو مصمم هتصممه بنفسك. مش شرط يا أخت أميرة، مش شرط، في شركات بتبقى عندها مصممين ومعاها مطورين. اتمنى لكم التوفيق في حياتكم، واتمنى ان الدراسه كلها تكون استفادت. واخر حاجه هقولها لكم، اتمنى لكم التوفيق في الحياه، اتمنى لكم الاستفاده، واتمنى من كل طالب سواء معايا اونلاين او هيسمعني في المحاضرات فيما بعد، اتمنى ان كل حرف اتعلمته مني او كل تطبيق اتعلمته مني اللي انت تستخدمه استخدام صحيح غير مخالف للشريعه الاسلاميه. واتمنى من المصممين والمبرمجين والمطورين في يوم من الايام اوعى تشتغل في موقع حرام شرعا، لان الفلوس اللي هتجيلك منه هتاكل وتشرب بيها حرام. في هنا حرمانية، المجال بتاعنا فيه حرمانية، سواء مصمم مطور مبرمج، المواقع اللي بتكون مخالفة للشريعة الإسلامية لو صممت فيها صورة وانت عارف ان هي حرام وخدت منها فلوس وكلت وشربت بيها انت داخل نار جهنم. المبرمج لو برمجت سكريبت استخدامه حرام وخدت من وراه فلوس نفس الكلام. مطور المواقع ما اشتغلش في موقع وتحل المشاكل اللي فيه لو لقيته حرام ومخالف الشريعة الإسلامية، ان لو جالك منه فلوس هتبقى انت كلت بفلوس حرام. كل شخص شاف الصورة العريانة اللي انت عملتها يا مصمم، شوف مثلا لو موقع بيدخله مليون واحد شاف الصورة العريانة اللي انت عملتها دي، شوف هتاخد كام سيئة على الصورة دي. المبرمج لو برمجت سكريبت حرام شوف كام واحد هيستخدمه، وكل واحد فيهم هشيل سيئاته. مطور المواقع كل مشكلة كانت في موقع مخالف للشريعة الإسلامية وحليت المشكلة ورجعت الموقع تاني يشتغل والزوار دخلته تاني، كل زائر دخله هشيل سيئاته. مش عارفين يا جماعة المجال بتاعنا دوت أوسخ مجال ممكن تتعامل فيه، لأنه فيه حرام كتير. وأتمنى إن جميع المسلمين ما يبقوش على نفسهم حاجة حرام، ولا فلوس حرام تمام، وحتى لو ما خدوش فلوس ما يقبلوش. يعني تخيل كده ان انت اشتغلت في موقع، طبعا احنا عارفين يعني ايه كلمة موقع مش كويس، كل شخص دخله انت بتاخد سيئاته. فمالك بقى لو انت مت، سواء مصمم مبرمج مطور، انت مت مت ودخلت التربة، شوف كام سيئة هتاخدها، شوف كام سيئة هتاخدها وانت في نار جهنم. يعني انت اصلا دخلت النار خلاص وصارت سيئاتك شغالة. فخدوا بالكم يا جماعة الحاجات دي بتبقى صغيرة،
ما بنبقاش واخدين بالنا منها، بس الصغيرة بتكبر احنا اللي بنكبرها. يعني مثلا بالبلدي كده هو يعني محرك بحث جوجل، في مواقع جنسية، في مواقع مش كويسة، فيها أغاني، فيها رقص، فيها وفيها 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 وفيها. لو صحابه كانوا مسلمين، هم طبعا مش مسلمين، هم يهود على مسيحيين. فأنا آسف يعني، أنا بلاش أتكلم على إخواتي المسيحيين، أنا هتكلم بس على اليهود. تمام، الناس دي داخلة نار جهنم حتى بسبب المحتويات اللي عاملوه في المواقع بتاعهم، أو في كلمات البحث اللي عاملوه. فبالتالي إحنا لو مسلمين أو في محرك بحث عربي أو صاحب عربي مات والموقع فضل شغال، لأنها شركة بيتورثها الأديان. يعني إيه بيتورثها الأديان؟ يعني مثلا أنا ورثت ورث عن والدي، تمام؟ بيجي ابني بيورث الورث دوت عني وهكذا. طب يفضل الموقع قاعد شغال 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 شغال، طيب مين اللي أسس الموقع دوت؟ فلان. فلان ده بياخد ذنب المليارات والسنين اللي شغال فيها الموقع بعد. وأتمنى ليكم الصحة والعافية والتوفيق، وأتمنى ليكم حياة جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.